الأمنيات. أخي مالك، أهلا بيكي. أنا عايز أعرف إيه الهدف من سورة الرحمن الآية 56؟ طيب خلينا نشوفها مع بعضنا على الشاشة حتى يكون كلام واضح. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. أيوه. الحديث في الحقيقة في الآية عن وعد قدم القرآن للمسلمين بأنه في الجنة سوف يكون لكل شخص نساء سمان قاصرات الطرف. هؤلاء لم يمارسن الجنس مع أحد من قبل، لا من الإنس ولا من الجن. يقول المفسرون أن المقصود بهن الحور العين. المقصود بهن حور العين هؤلاء النساء، يقول يعطي للمسلم تشجيع أنك سوف تلقى في الجنة هؤلاء النساء اللي ما عندهم تركيز غير عليك أنت فقط. قاصرات العين، قاصرات الطرف، أني لا ما بيهتموا بالنظر لأي شخص آخر غيرك أنت. وحتى المفسرون يقولون بأن المرأة عندما تتحدث مع زوجها تقول له عزة وربي وجلاله وبهائي، أني لم أرى أجمل منك في الجنة إلا أنت. وحتى بتضيف تقول أني فالحمد لله الذي جعلك زوجي في الجنة وجعلني زوجتك، حتى أنها تشكر زوجها يوميا. المفارقة أن الآية تركز على مسألتين، مسألة أن هؤلاء أن لا ينظرون إلا لأزواجهن، المسألة الأخرى أن هؤلاء العذراوات، التركيز على عذرية الحور العين. المفسرون يقولون بأن هذه الحور العين عند البكارة المتجددة، يعني بعد كل ممارسة جنسية تعود مجددا عذراء مجددا إلى ما لا نهاية. فهذا وعد أيضا للمسلم بأنه سوف يمارس جنس مع عذراء متجددة إلى أبد الآبدين. أحد الكتاب في كتاب عنوانه جغرافية الملذات يقول أن هذا الموضوع له دلالات السيطرة والتملك والتحكم والقسوة. تخيل من الرجل على المرأة. طبعا. فتخيل هاي الثقافة، شخص بتعلم من نعومة أظافره بأنه في الجنة سوف يحصل على مرأة أو نساء عدد يكون عنيف معها. نعم، يكون عنده يوميا ممارسة جنس متجددة من البداية. فماذا يخلق في نفسية الشخص؟ يعني فعلا بيخلق له تدريجيا السيطرة، القسوة، الموضوع التحكم أيضا. فالوعد اللي قدمه القرآن بأن هذه النساء، هؤلاء النساء، تلك النساء عذراوات أبديات. وحتى المفسرون يقولون بأن هاي المسألة أن الشخص حتى يعطي متى أكثر في الجنة، أن هذا الموضوع العذرية حتى يعطي متى أكثر في الجنة للمسلم في يوم الحساب. طب والجان برضه، هل الجان بيطمس الحريات؟ بيقول كده لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان. حسب سياق الآية يبدو أن الجان قادرون يعني على ممارسة الجنس، يعني بالمنظر ده ان الجن في الاسلام برضو عندهم ممارسه جنس. نعم، مفترض اذا كان الكلام، لان في احاديث يا اخي مالك بتتكلم على الجن او الشياطين ممكن تمارس الجنس. فالسؤال هنا ايه اللي ده للرجاله، فين للستات؟ لا، نساء ما في وعد، نساء كل امراه لها زوجه فقط في الارض. واللي زوجه لا يستحق الجنه يختار لها الله زوجا اخر. فكل أحوال المرأة لها رجل واحد. أيوة، بس كده الجملة دي كلها بتشجع الرجل على إيه؟ على أن يكون مقدام شجاع في الحصول على الجنة، يفجر نفسه ويتمسك بالإسلام. نعم. أكثر. نعم. مش كده برضو؟ أنا برضو بشكرك أخي مالك، وأنا بقول للمسلم أنت يعني أنت بالنسبة لك الأمور دي بتحفزك عشان تخش الجنة. بسأل بقى للمرأة المسلمة، أنت بقى ليكي إيه في الجنة؟ وهل الإسلام يقدم متعة للرجل، يعني بيعتبرها متعة للرجل أن يفض الأبكار وحتى ولو كان على حساب المرأة؟ برجاء فكروا شوية، هل مش ممكن في، متأسفة أن أنا أقول الكلام ده، في بيوت دعارة ممكن ناس تشجع ناس على الدعارة بالفلوس برضو ويقدموا حاجات أكتر من كده بكتير. دي جنة الإسلام يا جماعة. بشكركم، نشوفكم في الحلقة القادمة من قرآن.